بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> Learn to سورة نص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كان توابا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ When the help of Allah and the victory comes, and you see the people entering into the religion of Allah in multitudes, then glorify your Lord with His praises. And ask his forgiveness. Indeed, he is oft returning to mercy.